3 ايام تفصلنا على استقبال عام جديد، والناس الكل تسال كيفاش باش يكون الوضع الجوي مع انطلاقه راس السنه الاداريه جديده. ان شاء الله اليوم ما زلنا معنيين بنزول بعض الامطار تقريبا في مستويات 24 ساعه الفرطه، امطار بكميات ضعيفه الى متوسطه بالشمال، بفعلية اقل بالوسط نتاع البلاد. ما زالت ممكن جانب حركي طلب منا نصيب من اليقظه اليوم وغدوه، اقصى سرعه الرياح في حدود 60 كيلومتر في الساعه قرب السواحل والجنوب، انما مرور التقلبات الجويه هذه باش يكون مرور سريع. ان شاء الله باش نعيشوا استقرار نسبي بداية من نهار السبت يتواصل نهار الاحد، وحتى مع انطلاقه السنه الاداريه جديده ممكن ظهور بعض السحب يغلب المناطق، اجواء دافيه نهارا وممكن بارده شويه في الليل، وهذه خصائص الليل البيض. احنا كما تعرفوا تو في الاسبوع الاول من الليل البيض، واللي هي وفق التقويم الفلاحي توفى في 13 جانفي، توافق نسبي من بين توقعاتنا الجويه وما قاله الاجداد خلال الفترات الجايه. وممكن الاضطراب اللي عشناه بدايه من يوم امس هو اضطراب محلي يرجع الى